حاجه كمان يا كريم. اتفضل. يمكن النهارده كان في شويه حاجات تغييرات حصلت في المعتاد في كاس العالم للانديه، انه التتويج في حال فوز النادي الاهلي بالبرونزيه بيكون في ارض الملعب اللي عليه المباراه. ده تغيير لسه حاصل النهارده، انه لا التتويج لو الملعب اللي هو موجود فيه مسافه كبيره جدا ما بين الملعبين اكثر من ساعه هيمشي بسرعه جدا بعد المباراه، حتى ما فيش مؤتمر صحفي هيتعمل للفريق الفائز، وهيطلع على ملعب اللي عليه المباراه النهائيه يكمل بقيه المباراه في الملعب، ومن ثم يبقى التتويج ان شاء الله الرحمن اذا اراد المولى للنادي الاهلي بالبرونزيه هيكون على ملعب مدينه الامير عبد الله المدينه الرياضيه بعد نهايه المباراه مباشره. ده تغيير لسه حاصل النهارده يمكن من ساعتين، فوجب التنويه والذكر يعني ان شاء الله. طب دي معلومه، ثواني بس، ثواني يا جمال، دي معلومه مهمه جدا، تمام؟ بس انا جمهور النادي الاهلي اللي هبقى حاضر مباراه النادي الاهلي، تمام، عايز اشوف النادي الاهلي وهو بياخد البرونزيه، هل الجمهور هيطلع هو كمان على الملعب ده؟ هل هيبقى مسموح له يخش؟ لا للاسف، لا للاسف، لا للاسف، لا دي مشكله كبيره وفجاه مش لطيفه في حاله تتويج النادي الاهلي. يحتفلوا مع لعيبتهم وكل حاجه في الملعب اللي عليه المباراه، لكن التتويج نفسه لا، هيبقى اللي حاضرين مباراه الفاينل. حاجه دمها تقيل جدا بصراحه. وللاسف احنا هنا كبعثه اعلاميه حاولنا نعمل ده. انا عايز افاجئك انه احنا كبعثه اعلاميه بيحاولوا يجيبوا لنا استثناء ان احنا نحضر التتويج، بيجيبوا لنا احنا استثناء ان احنا نحضر التتويج لو ان شاء الرحمن، مش عايز اقاطع يعني، ان شاء الرحمن الاهلي توج البرونزيه المفروض ان احنا مش مسموح لنا نحضر مباراه واحده من الاثنين بس، لكن بيحاولوا يجيبوا لنا استثناء يعني ان احنا نحضر التتويج من ارض الملعب اذا ما اراد المولى عز وجل ان شاء الله ان احنا انه النادي الاهلي يتوج البرونزيه. طيب محمد جمال زميلنا محلل رقم 10 من السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اخد برونزيه وبتكرم مش وسط جماهيري ليه يعني؟ في شويه حاجات في التنظيم لازم تتظبط بصراحه بالنسبه للاتحاد الدولي يعني، اكيد يعني.